السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم خلطة لتبييض الوجه وتصفيته في 5 أيام وبمكون واحد فقط. غالبا ما تنفق السيدات الكثير من المال على العلاجات التجميلية الباهظة الثمن لتبييض الوجه، بينما الوصفات الطبيعية المنزلية تكون فعالة وخالية من الأضرار. يكفي فقط اتباع علاج البشرة المذكور في هذا الفيديو لمدة 5 أيام فقط لتجدي أنه في مقدور خل التفاح الطبيعي القضاء على البقع وحب الشباب وأثاره، وذلك لأنه يحتوي على عدة أنزيمات وعناصر معدنية مما يساعد على تغذية وعلاج وتبييض البشرة. المكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى مكون واحد فقط وهي ملعقة كبيرة خل تفاح طبيعي أصلي، ونحتاج إلى قطعة من القطن. بالنسبة لطريقة تحضير هذه الوصفة، طبيعة الحال أولا نقوم بتنظيف البشرة بواسطة صابون طبيعي. المرحلة الثانية تغمس قطعة من القطن في خل التفاح بهذا الشكل، تبلل هذه القطعة وتبلل بها البشرة ويترك ليلة كاملة، ثم يغسل في الصباح بالماء البارد. تكرر الوصفة يوميا لمدة 5 أيام متواصلة فقط. إذا انتهت مدة العلاج وأردت إعادة الوصفة، ما عليك إلا أن تنتظري مدة 3 أسابيع ثم تكرريها بنفس الطريقة ولمدة 5 أيام. تجدر الإشارة إلى ضرورة استعمال خل التفاح الأصلي دون إضافات، كما يستحسن تحضيره في المنزل لضمان النتيجة المرضية وعدم إلحاق أي ضرر بالبشرة، وكذلك يرجى الالتزام بوصفة تبييض الوجه كما هي وعدم تجاوز مدة العلاج المذكورة وهي 5 أيام. لا تنسي أن تتأكدي من أن خل التفاح لا يسبب أي حساسية لك. يمكنك ذلك بوضع قليل منه على بشرة اليد، فإذا لاحظت ظهور علامات تحسس منها فلا تضعيه أبدا على الوجه. بالنسبة لطريقة تحضير خل التفاح الطبيعي في البيت، ستجدون طريقة التحضير بالفيديو في صندوق الوصف. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الوصفة، شكرا على تتبعكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو، ما عليكم فقط عمل جيم لهذا الفيديو وبارتاج ليستفيد منه الجميع. يمكنكم الاشتراك في القناة للتوصل في جديد القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني. شكرا على تتبعكم. للمزيد من الوصفات زوروا الموقع chefmariam.com، أيضا موقع chiwati.com. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.